عادت الأضواء مجددا إلى مهرجان الفحص، والذي يرفع شعارا الأردن تاريخ وحضارة بمشاركات عربية ومحلية مميزة بدورته 26، حيث أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني أولى حفلات المسرح الرئيسي، وأطل فارس الأغنية العربية على جمهوره الذي حضر بالآلاف، وقدم الحلاني مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والحديثة، حيث افتتح الحفل بأغنيته بيكفي إنك أردني وسط صيحات وتفاعل كبير من محبي الفنان. عاصي الحلاني هو فارس الأغنية العربية، وإحنا بنحب إن نشوفه صاحب نشاهده على التلفزيون، بس إحنا بنشوفه على الواقع بحيويته بصوته الحلو بمواويله الجميلة اللي إحنا كأردنيين وكعرب نتمتع بصوته. أستاذ عاصي، أنا بحب صوته كثير، يعني معني مش كثير حافظيت له أغاني، بس أكيد متحمسة وبحب أحكي له إنه أهلا وسهلا فيك بالأردن، هذا بلدك الثاني. أنا إجيت هون عشان أحضر عاصي، عشان أنا إجيت على مهرجان الفحص، عشان أنا أصلا بعيش بالفحص. وفي ليلة أخرى من ليالي المهرجان وفي سهرة مميزة، أطل الفنان السوري حسين الديك على جمهوره الكبير، وفور بدء حسين وصلته الغنائية الأولى تحول المهرجان إلى عرس جماهيري، حيث ردد معه محبيه أجمل أغنياته، حيث قدم الديك خلال هذه السهرة عددا كبيرا من الأغاني التي لاقت صدى واسعا في أنحاء الوطن العربي. المهرجان في نسخته 26 ستستمر فعالياته للعاشر من الشهر الجاري، حيث سيطل على خشبة هذا المسرح عددا من نجوم الغناء العربي، أبرزهم عملاق الغناء العربي سلطان الطرب جورج وسوف، ومطربة الجيل الفنانة مياد الحناوي، والفنان المصري أحمد شيبة، وعدد كبير من نجوم الأردن والوطن العربي.